استقبل السيد الرئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس السيسي دولة رئيس الوزراء السيد السوداني بحفاوة كبيرة، وكان حقيقة على رأس وفد مصري كبير ودبلوماسي مهم جدا. كانت هناك مناقشات كبيرة جدا ومهمة جدا على مواضيع تخص اليوم الشرق الأوسط وبالتحديد قضية فلسطين، حيث اتفق الطرفان على موضوع مهم جدا، وهو موضوع انه الفلسطينيين يستحقون دولة وعاصمتها القدس. هذا كان محور مهم جدا. المحور الآخر اللي تكلموا عليه ايضا هو موضوع التعاون الاقتصادي بين مصر وبين العراق وتبادل الخبرات، خاصة الخبرات المصرية بموضوع الانشاءات بالبنى التحتية وبناء المجمعات السكنية. اكثر الامور حقيقة الناجحة اللي كان يتكلم بها الوفد المصري وممكن نسخ هذه التجربة هي موضوع تجربة إزالة العشوائيات في مصر. مصر في السنوات السابقة كانت تعاني معاناة كبيرة جدا بموضوع العشوائيات اللي كانت حقيقة تأثر تأثير كبير جدا اليوم على حتى المنظر العام بمصر. حلت هذه المشكلة حقيقة بوجود مستثمرين ورجال أعمال مصريين بتوزيع اليوم المجمعات السكنية واطئة التكلفة.